الأجواء كيفاش كتكون اليوم الأحد من أمام سوق البركة. أجيو تشوفوا الأجواء كيف كتكون يوم الأحد. الناس اللي طالبونا بهاد الفيديوهات وهاد الجوالات، قلت لكم غنرجع نعمل معاكم مشاهدة خفيفة ظريفة من أمام سوق البركة، ويكون يوم السبت أو يوم الأحد باش تشوفوا الأجواء كيفاش كتكون. ودابا راه يوم الأحد، تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم جميعا، مرحبا بكم فين ما كنتوا. اهلا وسهلا، مساء الخير صباح الخير، تحياتي لكم ناس متابعين، مرحبا بكم دائما، شكرا على الدعم ديالكم اللي اخطيكم، نتمنى منكم دعم جميل. ناس جداد اللي كتمروا علينا اول مره، مرحبا بكم فضلا وليس امرا، نورتونا، مرحبا بالجميع، نورتونا فضلا وليس امرا، لا تنسونا من دعمكم الكامل. اهلا وسهلا، كيف ما كتشوفوا كيف ما جيت هنايا، جيت مع العائله ديالي للسوق، لقيت هذه الاجواء، يا سلام، حبيت نشاركها معكم. كيف ما تشوفوا الاجواء يوم الاحد كيف كتكون هنايا، دابا كتشوفوا دابا هنايا، هنا كيكون الطيور والعصافير، هنايا سوق الطيور والعصافير، هنايا كيكون امام سوق البركه يوم الاحد. يا سلام اجواء كيفاش عامله، غنهديكم مشاهده خفيفه ظريفه نال اعجابكم. حنا الان امام سوق البركه بحي الكورس باسف، غنهديكم مشاهده خفيفه ظريفه، شوفوا الاجواء كيفاش كتكون. يا سلام، مرحبا بكم، يا سلام كوتشيات، يا سلام. هي مشاهده الكوتشيات، شوفوا تبارك الله الكوتشيات هنايا امام سوق البركه، يا سلام ما شاء الله، مشاهده جميله رائعه نال اعجابكم ان شاء الله، ما شاء الله تبارك الله على هاد الاجواء، بارك الله. يا سلام تبارك الله ما شاء الله، ها هي الاجواء هذا الشيء امام سوق البركة. اجي ونشوفوا نعملوا جوله خفيفه ظريفه من امام السوق. مرحبا بالجميع، يا سلام تبارك الله ما شاء الله، هنايا عالم النباتات بيبينيير، يا سلام ما شاء الله ما شاء الله، يا سلام يا سلام. هنا حي الكورس العريق بأسفي، يا سلام ما شاء الله. ندخلوا نهديكم واحد المشاهده خفيفه ظريفه من الداخل نال اعجابكم، ما شاء الله مازال راه مازال ما عمرش بزاف، شويه راه غادي يعمر كثير، يوم الاحد كيكون السوق عامر سوق البركه. اجيو نعملوا جوله من الداخل، يا سلام نعملوا جوله من هنا من الداخل، شوفوا الاجواء كيفاش عامله، فخار كنصوروا لكم دائما. يا سلام، الناس طالبوني باش نعمل لهم جوله يوم السبت او يوم الاحد هنا من سوق البركه. ها هي الاجواء كيفاش كتشوفوا، هذه هي الاجواء، يا سلام هنايا مكان الحوت، سوق الحوت اليوم ما كيكونش، اليوم الاحد ما كاينش الحوت. يا سلام، هنا اماكن الخضار، يا سلام ما كتشوفوا ما شاء الله. كنهديكم مشاهده خفيفه ظريفه نال اعجابكم. حنا دخلنا درنا دويره خفيفه ظريفه في سوق البركه، هنايا كاينه محلات العطاره، محلات
على الامان. وهذه هي الاجواء يوم الاحد، واخا راه مازال ما عامرش بزاف، ما كتشوفوا تبارك الله خضر الفواكه. السلام، هاني راجعه نخرج معاكم حتى هاني حتى لخارج السوق. هذه هي الاجواء ما شاء الله، سوق البركة بحي الكورس بأسفي. هاني هديتكم مشاهدة يوم الأحد، شفتوا السوق كيفاش كيكون، وخا راه شوية مازال خاوي. ما شاء الله. احنا خرجنا، هي الاجواء من امام السوق. يا سلام، هاني عملت معاكم جوله بالخف في فضريفه، ونرجع عند العائله ديالي السوق. هذه هي الاجواء، يا سلام ما كتشوفوا، هذه هي الاجواء. وتحياتي لكم، نتمنى نكون هديتكم مشاهده خفيفه ظريفه من امام سوق البركه للقرب بحي الكورس باسفي. تحياتي لكم، نحبكم. إذا عجبكم الفيديو أول مرة كتمروا علينا، دوزوا لايك، اشتراك، بارتاج، تعاليق جميلة. فضلا وليس أمرا، ناس متابعين مرحبا بكم دائما، نورتونا فضلا وليس أمرا، وشكرا لكم جميعا. تحياتي لكم، نحبكم في الله الكريم، نهاركم مبروك، نحبكم. ما شاء الله على أجواء، ما شاء الله، ما شاء الله على أجواء. هنا من أمام سوق البركة للقرب بحي القوس بأسفي. يا سلام، بارك الله. مشاهدة رائعة، الناس اللي طالبونا بها الجوالات والفيديوهات، هاني هديتكم مشاهدة رائعة مباشرة يوم الأحد، شوفوا كيفاش كيكون السوق البركة يوم الأحد، تبارك الله ما شاء الله. تحياتي لكم جميعا، نورتونا.